ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وحشتونا الحبة الصغننين دول، ويسعدني طبعا ان انا يكون معايا بعد الفاصل الدكتور ضياء فاروق، استشاري التربية الخاصة وأخصائي تنمية المهارات وتعديل السلوك. أهلا بحضرتك يا دكتور، اهلا وسهلا شرفتنا طبعا، بحضرتك. ومعلش احنا تعبناك معانا لا، ما فيش تعب ونورتني ولا طبعا. حاجه، تحت امرك. أنا لسه كنت بتكلم أنا والدكتورة إيناس عن أعراض اضطراب الذاتوية والسن اللي بيظهر فيه الاضطراب، فيعني أنا بقى حابة حضرتك تقول لنا الأعراض على المستوى السلوكي والمستوى الاجتماعي والمستوى اللغوي، أعراض اضطراب الذاتوية أو اضطراب التوحد زي ما هو الاسم الدارج اللي احنا بنسمعه دايما. طبعا اهلا بيكم. أهلا بحضرتك. طبعا الدكتوره تقريبا قالت كل حاجه، يعني ما سابتليش شكرا. حاجه اقولها. لا ازاي يا دكتور؟ تمام. هو بس يعني انا اعتراضي ان هو مش مرتبط بسن، هو انا كنت سامع تعريف 3 سنين. لا، انا بتصادف حالات معاها نفس الاعراض من سن 9 10 ممكن 11 سنه، بتيجي نفس الاعراض، وده بيبقى الطفل عادي، تطوره عادي طبيعي عادي جدا، تمام. وبيحصل له حاجة اسمها اضطراب تفسخي أو نقوص رجوع للطفولة، يبدأ يرجع تاني. يعني لو كان بيدخل حمام يعمل حمام على نفسه، لو كان بياكل متعود معتمد على نفسه بيبقى اعتمادي بشكل كبير. فهو السن هو طبعا الدارج ان هو الملاحظ في ال3 سنين الأولانيين، بس ليه في ال3 سنين الأولانيين؟ لأن دول اللي بتبقى الأم عاملة ظبط كده على الطفل وتقارن، هو زيه زي اخته زي ابن خالته زي ابن عمته زي جاره اللي في سنه، لا ده مش زيه. فليه هو القصه كلها يعني هو الثلاث سنين بيكتشف بعد 9 سنين، لا مش ولا بتبدأ تظهر الأعراض لا 9 سنين؟ حضرتك انا قلت لك ان هو طفل متطور طبيعي جدا تمام، لحد 9 سنين يعني عشر الأم سنين مراقبة وما فيش أي حاجة مفيش اي عليه. حاجه، تمام مفيش اي حاجه تقول لي ان ده هيبقى فيه عنده مظاهر التوحد بعد كده. تمام. طب ما احنا قلنا ان في ذاتوية جيني، تمام. عمل خلايا جيني، لسه في كنت اقول مكتسب. حتى لو مولود بيه، لسه كنت هقول كده يعني ما تمام. لا، هي نظريه الجين دي هم لسه بيبحثوا فيها، يعني حسب معلوماتي يعني ما اتاكدتش، لان طبعا ما فيش حاجه، ما فيش سبب مؤكد. ما ما فيش فيش سبب سبب مؤكد. مؤكد للموضوع. انا بعتبر من نظري ان طفل التوحد طفل عادي جدا، بس هو مختلف شويه، محتاج اللي يتعامل معاه يفهم يتعامل معاه ازاي، او يقدر يفهم الطفل اللي قدامه. انما هو في العادة هو طفل عادي وطبيعي، هو يعني شكليا شكلا طبعا شكليا هو كمان زيه ده زي اي شكليا طفل. هم كمان بيبقوا يعني حلوين، ده حتى مايلين للوسامة في شوية. نظرية بتقول ان هم اصلا عين اصابة المحسود، عين اصابة الطفل فعلا. فاتحسد. دي نظرية وموجودة في كتاب، يعني حاجات زي ما بيقولوا يعني. تمام. فمحدش قال انا دوت ايه حصل له ايه عشان كده بقى توحد. نقطة بس عايز اسيرها ومهمة جدا، ويا بإذن ريت، حضرتك لحظة واحدة انا يا دكتور، عارف والله، بس يعني انا عايز اتكلم اتفضل. لان يعني فرصة ان انا افهم ناس كتير ايه اللي بيحصل معاهم. اتفضل. تشخيص التوحد ده مش حد واحد، ده فريق، الفريق ده مكون مخ واعصاب، اطفال، اخصائي نفسي، دكتور التخاطب. تمام. كل الناس دي بفئاتها على عيني وراسي من فوق، بس حضرتك بتبص من زاوية معينة وبتحكم، ما رجعتش لباقي الفريق. لازم الأربعة دول يقولوا لي توحد ويحطوا درجة. لو 3 قالوا توحد، 1 قال لأ مش أغلبية، يبقى لأ، ما يبقاش. عشان كده بنسمع اللي ماشي في الشارع يقول لا ده الواد عنده توحد، الميس في الحضانة الطفل ده ما عنده هو ده توحد. احنا قلنا لازم تمام. الطفل الاول يستبعد ان عنده اي مشكله جسميه. أي مشكلة جسمية أو مشكلة عضوية. ما هو ما هي عضويه تمام. جسميه، انا اقصد ان هو يروح لطبيب اطفال، تمام. راح طبيب اطفال شك ان في مشكله في المخ والاعصاب، هيبدا يوديه طبيب. لاخصائي مخ واعصاب، طبيب مخ انا واعصاب. ليه قلت بعد اذن حضرتك الاربعه دول؟ لان كل واحد بيبحث في مجاله. المخ والاعصاب بيعمل اشعاعاته وتحاليله. المقطعيه اوكي. والرنين ورسم المخ والكلام ده كله، ويشوف الدنيا فيها ايه. تمام. طبيب الاطفال بيشوف التمثيل الغذائي عند الطفل ده كويس ولا لا، تمام. لان في اطفال ما بيهضموش، في نوعيات معينه من الطعام ما بتتهضمش، بتتلصب في الامعاء. الموضوع ده مهم جدا، لان هو بيضيف بيعمل اعراض شوية أعراض. للسلوكيات. بيعمل أعراض تمام. زي التوحد. فالحاجات دي بتتلصب في الامعاء، بتتكون عليها ديدان وطفيليات وروائح معفنه. الديدان والطفيليات دي بتخترق جدر الامعاء، بتطلع ماده من العفونه دي
بتوصل للدم، الدم ماده زي المورفين تطلع على المخ، طول ما المورفين ده شغال او طول ما العفونه دي شغاله وطول ما الحاجات دي طالعه الطفل عادي وحلو قوي. بعد شويه مفيش، بيبدا يهايبر زي الطفل المدمن. ايه ده يعني هتقولوا لي ابني عشان توحد مدمن؟ لا مش ابنكم عشان توحد مدمن، عشان بس الناس برضو ما تفهمنيش، بس اللي هو ماده زي تخمر الطعام بشكل بكيفية معينة معينه بتبدأ الام. تؤدي إلى تأثيرات على المخ تمام والأعصاب، وده تمام بيكشفه الدكتور اللي هو طبيب الأطفال، طبيب الاطفال، وبالتالي ودي سكته. أيوه بالظبط. اخصائي النفسي اللي بيعمل مقاييسه واختباراته. حضرتك بتعمل مقاييسك واختباراتك في جلسه، اتحدى حد يكون بيعمل في جلسه واتنين ويوصل لقرار، اتحدى حد يكون بيراقب الطفل في بيئته، اتحدى حد بيكون ينفرد بالطفل ويخرج بيه لبيئه تانيه ويلاحظ سلوكياته. مفيش حد بيعمل كده. تعالى الاسئله. تمام تمام بيحط درجة. هو صاحب مود التشخيص، والطفل راحب صاحب مود. التشخيص الصحيح، ما ده تمام اللي بنقوله، التشخيص الصحيح. الفريق ده مفيش حاجة اسمها تشخيص بجلسة تمام أو ببطارية، تمام تشخيص لازم يبقى فيه بس ملاحظة مباشرة اللي بيحصل دلوقتي ايه؟ وبطارية. اللي بيحصل دلوقتي ايه؟ احنا بنقول الصح، ما هو صح، احنا احنا بنقول بنقول الصح. الصح. عشان كده الناس، انا عشان اقول كلمة توحد، ما انا من حقي اقول كلمة توحد، بس انا ما اقدرش اقولها لوحدي، لان كلمة توحد نفسها، كلمة توحد نفسها بتحط مش الطفل، بتحط الأسرة كلها جوه جو تاني خالص أكيد. خالص. أنا لسه في بداية الحلقة بقول ده الكابوس تمام. اللي أي أسرة سواء في مصر أو بره مصر تسمعه تبدأ حياتها كلها تتشقلب. إيه أنا ابني عندي توحد، طب إزاي؟ فبيبدأ يلف حوالين نفسه بقى، طب أروح لمين؟ تمام ايوه بالظبط كده. ما هو أروح لمين بقى دكتور دلوقتي بيقول لك هرجع يعني بقى لسؤال يروح حضرتك لمين؟ بقى الأعراض. أه أنا لسه كنت أقول لسه كنت أقول يعني معلش حضرتك كده انا إعلامي بصراحه جاي، لا انا بصراحه جاي عشان اقول الكلمتين دول يا جماعه. انا لسه كنت اقول مش كل كل ما يتقال توحد يبقى توحد، صح ارجوكم صح. يعني انا يعني كل ام دلوقتي قاعده قدام التي في بتقول لك طب انا دلوقتي ايه آلية اللي انا هبدا اتعامل بيها سواء على المستوى الاسري في البيت او على المستوى الاجتماعي مع ابني لو كان عنده ذاتويه. من ضمن الاعراض قصور كمي ونوعي في التواصل الاجتماعي، في التفاعل الاجتماعي. تمام، ما بيضحكش، ما بيعيطش، ما بيحسش بالالم، ما بيحسش بالخوف، ما بيحسش بالوغز، يعني ده قصور، مش بيحس الاحاسيس دي. قصور في التواصل، اللغه واقعه خالص او اللغه كامله وبيتكلم زي الاسبرجر، وده بيتكلم ما فيش اي مشاكل، بس هو لا بيبادر بالحديث ولا بيقدر يجاريه. سلوكيات متكرره. تمام، طيب كل الحاجات دي هي مع التخاطب وتعديل السلوك. كل الحاجات دي لما بتتلاحظ لا الطفل عنده مشكله، مش توحد. توحد يعني 90% مع الاي دي اتش دي، فرط الحركه ونقص الانتباه، بتتشابه الاعراض بتاعتهم. انما فرط الحركه تشابه مع الاي اعراض دي التوحد. اتش دي اعراض كتير جدا مع التوحد بتتشابه مع اضطراب فرط الحركه. تمام، بس الاي دي اتش دي ممكن يتشخص عن طريق دكتور مخ واعصاب. تمام، مش والمقياس الاي دي اتش دي بس هو بس دكتور مخ واعصاب بيقدر يعرف اذا كان الطفل ده اي دي اتش دي او لا. يعرف من ناحيته هو، اللي هي كهرباء زياده في المخ. لا موجود. يبقى في بؤر. لا بؤر كهرباء. هو مش تخصصي، بس هو الدكتور مخ واعصاب بيقدر يقول لنا الطفل ده هل هو اي دي اتش دي ولا مش اي دي اتش دي. خلاص هو مش اي دي اتش دي، نبدا نشخص هل الطفل ده ذاتوي او لا. كده يعني انا شايفه ان الموضوع الذاتويه او التوحد عايز مننا اكتر من حلقه طبعا عشان نتكلم فيه بالتفصيل. اكيد طبعا. طبعا انا بشكر وجود حضراتكم معايا النهارده، واعزائي المشاهدين اتمنى طبعا ان الحلقه النهارده تكون نالت اعجاب حضراتكم، وانتظروني في نفس الميعاد الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده من همسات في حياتنا مع رشا الشيخ ودكتور محمد الغرباوي، وان شاء الله الحلقه اللي جايه دكتور محمد يكون موجود معانا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.